الخروق الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد وديالى حضرت في الجلسة الثامنة لمجلس النواب، إذ كلف رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتحقيق في حادثتي الطارمية وقرية الجبايلة في قضاء الخالص، وسط التأكيد على إعادة النظر بالمناصب الأمنية والأجهزة الاستخبارية. هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر في عمل المؤسسة الأمنية والعسكرية لغرض عملها بصورة صحيحة، بصورة دقيقة، بصورة مهنية، بعيدا عن تدخل الجهات الحزبية، وهذا ما نتأمله لكي تعيش عوائلنا الكريمة ومدننا الآمنة بأمن واستقرار. وعلى هامش الجلسة عقدت بعض اللجان النيابية اجتماعات مكثفة لمناقشة القوانين المتعلقة بعمل الوزارات والقطاعات التي تندرج ضمن اختصاصها كلجان الطاقة والصحة والقانونية والمرأة، فيما عقد بعض النواب مؤتمرات صحفية للمطالبة ببعض التعديلات القانونية لترشيق وزارات الدولة ورفع مستوى أدائها. نطالب مجلس النواب رئاسة وأعضاء بإجراء تعديل على قانون مؤسسة السجناء بضمها إلى مؤسسة الشهداء لتكون هيئة واحدة، مؤسسة الشهداء والسجناء. واختتم مجلس النواب أعمال الجلسة الثامنة بقراءة 4 مشاريع قوانين مقدمة من لجنة العلاقات الخارجية، من بينها قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، فضلا عن قراءة التقرير الخاص بمشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين العراق وهنغاريا. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.